سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم مع فيديو جديد، ويوم ان شاء الله كله حماس ونشاط في رجيم الصيام المتقطع. قبل ما نبدا الفيديو كنشكر كاع الناس اللي كتابعني وكتشجعني، وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره، الى عجبكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله. اليوم بغيت من كاع البنات باش تشجعوا ونشجعوا بعضياتنا باش نحصلوا على الوزن اللي كنتمناو ان شاء الله. خاص غير شويه ديال العزيمه وغادي تنقصوا مع هذا النظام اللي هو الصيام المتقطع. كنأكد هذا النظام الغذائي راه فعلا غادي يعجبكم وغادي تتفاجئوا من خساره الوزن. ونصيحه اخرى، ما تبقاوش كل دقيقه تبداو تمشيو للميزان، يعني خليو القياس هو الاخر. حاولوا تبداو بعد الريجيم، حيت بزاف ديال البنات كيبقاو يتوزنوا يوميا وكيكونوا بادين شي ريجيم وما كيكونوش ناقصين في داك الاول ديال الريجيم، وكي ما كيجيهمش الريجيم راقد عليهم وهما راه غالطين، حيت خاص حتى دوز واحد جوج ديال الاسابيع عاد نتوزنوا باش نشوفوا الفرق بين اول نهار توزنا وما بين داك ملي كتفوت ديك جوج الاسابيع. وغادي نعطيكم عاوتاني بزاف ديال 8 ديال النصائح باش تنقصوا الوزن ديالكم. الا تبعتيو هاد النصائح غادي يفيدوكم وفي انقاص الوزن ان شاء الله، وغاد تعتمدوا عليهم في الريجيم ديالكم ديال ريجيم الصيام المتقطع. من بعد ما غادي ديروا الريجيم ودوز واحد جوج سيمانات غادي تعاودوا توزنوا وردوا عليا ان شاء الله، غادي تكون نتيجه مرضيه. غير تبعوا جميع النصائح اللي كنقول لكم وخذوا افكار على الوجبات اللي كنقدم. نبدا مع الفطور ديال اليوم ان شاء الله، غادي يكون عباره على حريشه هكا صغيره، الحريشه هكا وحريشه مغربيه هكا صغيره، لي ترونش ديال الخيار هكا مقطعين دوائر، طوماط سوريز وبيضه مسلوقه، وغنرافقوهم مع واحد الكاس ديال القهوه وحليب. بقاو معايا وتبعوا معايا البقيه ديال الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للكوتي ديالنا او الوجبه اللي الفخوي اللي كيكون مور الفطور بساعتين على الساعه، يعني الفطور غيكون على الساعه 12، هذا الكوتي غيكون على الساعه الثانيه اي جوج. غادي يكون عباره عن ياغورت طبيعي مع دويمات ديال التفاح، نصف تفاحه كنقطعوها هكا دويمات وكنحطوها فوق دانون او ياغورت طبيعي، كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه رائعه. ومن بعد غادي ندوزو دابا لوجبه الغداء، بقاو معايا. قبل ما ندوزو لوجبه الغداء غيكون في هذا الفيديو كذلك نصائح، 8 نصائح لتنزيل الوزن بسرعه. هاد النصائح خاصكم تتبعوهم وتاخذوهم بعين الاعتبار باش الوزن ديالكم ينزل بطريقه سريعه ان شاء الله وبطريقه جيده. على الساعه الخامسه غادي ناخذ هذه الوجبه ديالنا ديال الغداء. الغداء ديالنا غادي يكون عباره عن اللوبيا او الفاصوليا ومعها واحد لاصالات ديال مطيشه والخس والبصله صغيره، لاصالات ديالنا المعروفه. كما كتعرفوا خاصنا ندخلوا القطاني للنظام ديالنا الغذائي، ومن الفوائد ديال القطاني انها كتحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن، انها كتحتوي كذلك على فيتامين بي 1، بي 1، فيتامين ا، سي، بي 6، بي 5، بي 3 وبي 2، وكذلك حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والصوديوم والزنك والنحاس والفوسفور، وغنية بالألياف وكتساعدنا على حرق الدهون حيث فيها سعرات حرارية قليلة جدا وكتشبعنا في نفس الوقت. يعني كتعتبر هذا الغداء كيتعتبر غذاء كامل فيه جميع العناصر اللي الجسم ديالنا كيحتاجهم. بالنسبه للنصائح اللي نقدر نعطيكم لتنزيل الوزن، عندي 8 نصائح لكم هذا النهار. اول نصيحه، الابتعاد عن النشويات والسكريات من بعد الساعه 7 لانها ما كتهضمش وكتحول الى دهون.
ثاني حاجة تقسيم الوجبات، وما بين كل وجبة والتانية يكون هناك وقت كافي باش تعطي الجسم الوقت باش يحرق، باش يهضم وباش يحرق داك السعرات الحرارية اللي خدينا. ثالث حاجة التقليل من السكر والطحين الأبيض، لأنها كتدخل على الجسم فترة جوع، ومن بعد ما كنتناولوها بوقت قصير غادي نحسو بالجوع، وكتوقف عملية الحرق بالجسم لمدة ساعتين. كنأكد أن السكر والطحين الأبيض كيوقفوا عملية الحرق بالجسم لمدة ساعتين، تخيلوا معايا. رابعا أكل البروتينات على مدار اليوم، وتكون خالية من الدسم، لأن البروتين كيساعد في الحرق وبناء العضلات. خامسا شرب الماء كل ساعة، كأس كل ساعة للاستفادة القصوى، وما خصناش ندخلوا الجسم ديالنا في حالة عطش. سادسا عصير نص ليمونة على دانون يساعد على زيادة الحرق وإعطاء نشاط للجسم. النصيحة السابعة خصنا نديروا تحليل للتأكد من سلامة الغدة الدرقية، لأنه كسل الغدة الدرقية كيقدر يؤدي إلى زيادة الوزن وعدم أخذ الفائدة من أي ريجيم أو برنامج غذائي. النصيحة الثامنة والأخيرة خصنا نقللوا الدهون الحيوانية اللي كتكون في الزبدة، السمن، اللحوم الحمراء، ونعتمدوا على الدهون النباتية كزيت الزيتون والذرة. هادو هما النصائح اللي نقدر نعطيكم هاد النهار. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي اللايكات ديالكم وتضغطوا على زر الاشتراك. وبطبيعة الحال الا كان شي استفسار ولا شي سؤال خليوها لي في التعاليق، راه كنجاوب على كاع الأسئلة. وكننصحكم باش تبداو الريجيم في اسرع وقت ممكن، وغادي تحصلوا ان شاء الله على النتيجة اللي كتمنوا ان شاء الله. الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.